خوتي خواتاتي، السلام عليكم، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، في نهار جديد على قناة خليل فلوغ. كما كتعرفوا الا كتشاهدونا لاول مرة، فما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناة. ولا كنتم الناس المتتبعين مرحبا بكم وشكرا على الوفاء ديالكم. الموضوع ديالنا دائما في اطار داكشي اللي هضرنا فيه البارح هضرنا على الهدف، رجعنا لداكشي القديم ديال تحديد الاهداف وتخدم عليها. وهذا فدابا شحال من واحد غادي يبدا يقول هدف مال هدف، صدعتينا بهذا الهدف، اشنو هو هذا الهدف؟ وكاين اللي ما عارفش كاع الهدف كاين اشنو هو هذا الهدف، شنو مقصود به، ولا كيفاش يحدو، ولا كيفاش يخدم عليه، و و و, و بزاف ديال الاسئله كتطرح الذهن. بلا ما تطرحوها انا نجاوبكم عليها، وغادي نحاولوا ما امكن نجاوبوا عليها من خلال هذا الفيديو. ماشي فيديو واحد، ولكن كاع ان شاء الله من هذه الفيديوهات القادمه غادي نبسطوا المساله ونمشيو معاها دقه دقه. علاش كنقولوا الهدف؟ لان اي واحد في هذه الحياه هذه في هذه الدنيا ضروري ما يكون عندك واحد الهدف، يكون عندك ان اوبجيكتيف جول ولا جولز، خص يكون عندك شي حاجه خدام عليها، شي حاجه عايش انت على ودها، شي حاجه كتحفزك كتخليك تزيد لقدام. ما يمكنش ما عندك حتى شي هدف، حتى شي رؤيه مستقبليه، هذه راه ما يمكنش. كاين بزاف الناس يعني ما عندهمش ولا ما كيردوش البال لهذه المساله، حيت كاين واحد لو تيرم حنا كنقولوه بيننا، كنقولوا وداتنا الدنيا. هي فاش كتخيب ما كتبقى تسول لا على العائله لا على صحاب لا على خوت لهذه، كتبقى شنو؟ خدمه الدار الخدمه الخدمه الدار، اللي قال عادي الامام، من البيت للكباري ومن الكباري للبيت. الخدمه ماشي الكباري، بالخدمه للدار بالدار الخدمه، يعني كتولي هذا هو الروتين ديالك. هنا كتدخل في واحد الحلقه فارغه وكتولي يعني راه انت ميت وعايش، فهمتي؟ ماشي عيشه عادي. فكما كيقولوا لي فرونسي، سولوي كي نو سي با وي يلفا اي نو فانيول بار. الا انت ما عارفش راسك فين غادي، راك اصلا ما غادي فين. كتركب في طاكسي مثلا، واش ما كيقول لك فين باغي تمشي؟ راك تركب كتقول ليه زيد، ما يمكنش. دابا شي واحد عايش بدون هدف بحال شديتي البحر ومشيتي فين؟ غادي مع البحر، البحر راه كله، واش يمين شمال شمال غرب جنوب، فين غادي؟ غير غادي فين تخرج الله اعلم، فين ما خرجت. حنا عندنا شي مسائل كتاثر علينا، هي مسائل حنا ما كناخذوهاش بلو تيرم الصحيح ديالها، كنقولوا وكل شيء على الله، ايوا الارزاق بيد الله، غمض عينك وسير على الله، فهمتي؟ هذه مسائل ايه ونعم بالله واتخاذ الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تاخذوهاش بهذه الطريقه. هذه بحال فاش كيقول لك الرزق على الله وكيبقى غير جالس. راه قلت لكم في واحد الفيديو الطيور تغدو خماسه وتغدو، عاوتاني نسيتها، تغدو خماسه و نسيتها، رجعوا للفيديو. يعني كتمشي بكرشه خاويه وكترجع بكرشه عامره. الرزق على الله، كيقول لك ربي سعى يا عبدي، سعى يا عبدي وانا نسعى معك. واحد خصو يتحرك وعاد يطبق هذا الشيء. هذا كنقولوا ايه، سير بعينك مغمضين والثقه بالله، زعم وقول ها ندير وها ندير وسير على الله، ماشي انت جالس كلشي على الله. غتنزل عليك كما قلت لكم اصحاب المائده، غتنزل عليك المائده من السماء. ما عليناش، خليو هادشي هذا دو كونتي، هادشي كله باش نقول انه خصك يكون عندك واحد الهدف. سي بون اسيدي، فهمناك وعرفناك شنو بغيتي تقول، وبغينا نديرو هاد الهدف وكنديرو لهاد الهدف هذا. انا ما عرفتش انا كيفاش ندير هاد الهدف. مساله بسيطه، غنبداو بواحد القاعده اللي هي كتسمى الهدف الذكي، هي كتطبق او نيفو بروفيسيونيل يعني في الميدان ديال الخدمه، ولكن ولينا كنطبقوها حتى على الحياه ديالنا على اساس لا ميثود في الخدمه، في الماناجمنت، في لا جيستيون، انه يكون عندك ان اوبجيكتيف سمارت. هذا هو الهدف، هذا هو يعني الاصل ديال لا ميثود، يكون عندك ان اوبجيكتيف سمارت. الا ما كانش ان اوبجيكتيف سمارت ما خدامش. سمارت بالانجلي هي ذكي، ولكن حنا كناخذ داك اس ام ار تي سمارت، وكان كل حرف عنده واحد المعنى ديالو. غنمشيو معاهم حرف 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 بحرف. دونك انت فاش يكون عندك واحد الهدف، شي حاجه، شنو هو الهدف؟ يعني شي حاجه باغي توصلها، باغي تحققها في الحياه ديالك، خص يكون فيها هاد الشروط هادو ديال سمارت. دونك ديما كنخدموا بورقه وستيلو، انا قلتها لكم، ديما كنسجلوا، ديما كنقيدوا، وهادي وقتها عدد يجي. هادي هي اخر حاجه، خليوها هادي للتالي بلاتي، وعاد نذكروا على هادي ماشي اليوم، في الفيديوهات ان شاء الله الجايين. ما غير فهموا لو كونسيبت وفهموا لا ميثود. الوغ سيدي قلتي لنا هاد لوبجيكتيف خصو يكون سمارت، الهدف خصو يكون ذكي ترجمه بالعربيه، ولكن ديما نمشيو مع سمارت حيت عندنا الغرض بالحروف. اول حرف هو اس، يعني خص الهدف ديالنا يكون سبيسيفيك، ما
بمعنى سبيسيفيك خصو يكون محدد. كيفاش هاد المحدد هادي؟ فاش كنقول اسيدي انا باغي ندير الفلوس باغي نولي لاباس، هذا راه محدد باش لوبجيكتيف يكون اوبجيكتيف، باش الهدف ديالك يكون هدف صحيح خصو يكونوا فيه جميع هاد الصفات هادو، ماشي وحده فيهم لا، خصو يكونوا الصفات كاملين. دونك حنا كنمشيو وحده بوحده، دابا كادي نفيريفيو غير الاولى، خصو يكون سبيسيفيك. مي كنقول انا باغي ندير لاباس، باغي ندير الفلوس، باغي ندوبل الشيفر دافير ديالي، فهمتي، باغي نطلع بالتجاره ديالي. دونك انا ديجا حديت انه الهدف ديالي عنده علاقه بالفلوس وعنده علاقه بجانب مالي. مي كنقول انا بغيت، انا باغي نبدا ندير الرياضه باش الصحه ديالي تولي مزيان، دونك انا ديجا مشيت للجانب ديال الصحه ديال البدن، ديجا راه سبيسيفيك باين. فاش كنقول انا بغيت بغي نتزوج، فهمتي، انا ديجا حديتي شي حاجه. اما ملي كان لا قلتي انا بغيت غير نكون مرتاح، صافي دير هاد مرتاح، بمعنى هاد مرتاح واش مرتاح ما يصدعك حتى شي واحد تعيش بوحدك، واش مرتاح يكون عندك الفلوس، واش 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 واش، يعني سبيسيفيك خصك تكون عندها علاقه بشي حاجه، ما يكونش غير في السماء غير هكا، فهمتي، لا ما في السماء لا. باغي ندير علاش؟ لانه المفهوم ديال الكلمه خصكم تعرفوا انه فاش كنقولوا انا باغي ندير لاباس، هاد لا قلتها بحال هكا راه كل واحد كيشرحها بالمنظور ديالو. كاين اللي يحسبوا دير لاباس غادي الفلوس، كاين اللي يقول ندير لاباس يعني نكون بصحتي، الا كان شي واحد مريض تقول له دير لاباس يعني صحتي تكون مزيان، شي واحد ما عندوش تقول له دير لاباس يعني دير الفلوس، شي واحد اللي هو ديجا عنده الفلوس تقول له ندير لاباس غادي يشوف عاوتاني وبشي منظور اخر. دونك خصك تسبيسيفي باش ما يوقعش الغلط وباش انت تكون محددش من دومين. دونك اول حاجه تكون سبيسيفيك، مور سبيسيفيك كاين الام سمارت، ام هي ميزورابل، يعني تكون محدده. سبيسيفيك راه قلنا سبيسيفيك محدده وني ميزورابل يعني قابله للقياس. بمعنى مي كنقول باغي ندير الفلوس، باغي ندير لاباس، ما كافياش، شنو باغي دير؟ كنقول باغي ندوبل الشيفر دافير ديالي، هادي بانت. بغيت نجمع 100 مليون، ها انت حديتي. بغيت ندير الرياضه، نبدا نجري ثلاثه المرات في النهار، ها انت حديتي، يعني زدتي حديتي، فهمتي. كنبقاو كل مره كنزيدو كنحدو، كتبدا بواحد الفكره من الفوق وهي غاديه بحال الهرم، هي غاديه وانت كضيق باش كتولي محده الى اقصى درجه. داكشي باش كندخلوا في هاد الصفات، كل صفه كتزيد بحال عندك شي قوس وكتزيد كتضيقو حتى كتولي الهدف كيولي باين واضح قدام عينيك، ما فيهش مجال للخطا. دونك تكون ميزورابل. الا قلتي غندير الرياضه غنديرها ثلاثه المرات في النهار، قلتي باغي نتزوج قبل التاليد العام، ولا باغي نتزوج في 2022، دونك راك حديتي، فهمتي. باغي ندير ريجيم نطيح 5 كيلو، دونك فوالا انت زدتي حديتي. دونك كل مره كتزيد تحدد، باغي نتعلم لونجلي نتعلمها في 6 شهور. مي كتقول باغي نتعلم شي لغه، هنا ما حديتيش، لا سبيسيفيك، باغي نتعلم لونجلي ميزورابل، باغي نتعلم لونجلي في 6 شهور، دونك فوالا انت حديتيها. باغي ندير لاباس، اي باغي تكون عندي 20 مليون، اوكي باغي 20 مليون نجمعها في 3 سنين، انت كتزيد كتحدد شي حاجه كتولي ميزورابل. دونك هذا سمارت. من الام غندوزو للا، الا خصو يكون امبيسيو، بمعنى امبيسيو هذاك الهدف خصو يكون محفز، خصو يعطيك واحد الطاقه وخصو يعطيك يعني ايجابيه، شي حاجه باغي ديرها، داك الحاجه هذه تكون كتحفزك انت شخصيا، اللي خصو يكون امبيسيو ليك انت، يمكن ما يكونش امبيسيو لواحد اخر. تجي تقول لي انا باغي نتزوج، انا راه مجوج ما باغيش نزيد المره الثانيه، بارك عليا، فهمتي. شي واحد مازال ما مجوجش راه باغي نتزوج، باغي ندير داري، ندير وليداتي، ندير، غادي يكون محفز. هذا مثال مشيت حتى لتماك الصراحه، ولكن المهم تشوف المراه غادي تقول لي اش كدير، ما عليناش. تكون امبيسيو، حيت امبيسيو ديالي دابا انا امبيسيو بحال دابا ما عرفت شي حاجه اللي امبيسيو. شي واحد بحال دابا تقول له باغي يشري طوموبيل كمثال، دونك هو بالنسبه لي هذاك راه امبيسيو، حيت لما كانش محفز ما غاديش تحس بواحد الطاقه بواحد هذا باش انك تخدم عليه. دونك خصو يكون امبيسيو بالنسبه ليك، هادي كل واحد كيحددها ليه، يعني خصو يكون محفز، هذا الهدف يكون محفز، ومادام انت ما هدف باغي تحققه الا وراه محفز، يعني ماشي شي واحد اللي جا عطاك هيوريك الهدف ديالك اشنا هو، الهدف ديالك انت اللي عارفه،
ومين كيكون هدف راه كتكون انت عندك واحد الشغف وعندك واحد الاراده باش توصل له، وهذاك الشغف والاراده هو اللي كيخليك تخدم. دونك سمارت ا امبيسيو. الوغ لو ار، الار اللي جاي مورها شنو خصو يكون؟ خصو يكون رياليست. رياليست يعني قابل للتحقيق. نرجعوا لنفس الامثله ديالنا، هتقول لي باغي ندير لاباس، ايه شنو باغي ندخل مليار قبل التاليد العام، بقات شهرين وباغي تجمع مليار، يعني شي حاجه اللي ما ماتش. هتقول لي ما شي حاجه بالنسبه ليا انا دابا تقول لي غنقول لك تجمعت مليار، غنجمع مليار من هنا شهرين، راه الحماق هذا. انا نمشي واخا نضرب بانكا ما نجبرش فيها مليار هنايا، ما عاد في ما تجيبو. تقول انك باغي مثلا جو سي با، انا باغي دير الرياضه، باغي ندير الماراثون. انت هادي 100 عام ما جريتي، ما لعبتي كره، ما لعبتي شي حاجه، وباغي من هنا شهرين ولا من هنا شهر دير الماراثون، كتبان لي شي حاجه اللي هي غير قابله للتحقيق، يعني كتقول شي حاجه اللي ما هياش. انا سيدي باغي هاد السيمانه نتزوج، وهاد المراه غادي نجبوها لك تحت الارض ولا فين، ولا تخرج للزنقه هاد المراه الاولى جبتيها تقول لها نتزوجوا. فهمتي؟ كل واحد يطبق الامثله على المسائل في الحياه العمليه ديالو. انا كنعطيكم يعني اون جينيرال اون جينيرال، ولكن اللي العمل ما يمكنليش تقول لي بحال ما نتعلم اللغه في 24 ساعه. انا سيمانه غادي نتعلم لغه جديده، انا هاد الشهر غادي نتعلم اربعه اللغات، غنتعلم الشينويه والروسيه والانجليزيه والطليانيه. واخا تكون انت هو اينشتاين غادي الجنون غادي يعلمك، ما يمكنش. دونك خصو يكون رياليست قابل للتحقيق، لانه الا ما كانش قابل للتحقيق هتكون كتكب المر في الرمله وتبقى ديما تخدم ويبان لك ما كاين اوكي ريزولتا، غادي تبدا يدخلك الفشل. دونك خصو يكون رياليست. انا باغي ندير واحد الحاجه، انا باغي ننجح في البكالوريا مثلا، باغي ندفع باك حر وغادي نخدم عليه هذا العام كامل باش ان شاء الله من هنا للتاليد العام شهر 6 نكون واجد، نكون كذا كذا كذا. انا باغي نسافر للمات، باغي نمشي لكندا، غادي نخدم على الفرونسي ديالي مزيان ونوجد السي في ديالي، وغادي نشوف لاجونس اللي كتصيفط وداك الشيء ونوجد الدوسي من هنا للتالي ديال العام. انا باغي ندخل لونيفرسيتي، شي يونيفرسيتي كبيره ديال الطب، ولا هاد العام غادي نعطي الخدمه مزيان وكذا. فهمتي؟ غنعطي الخدمه وغادي نخدم من هنا حتى للتالي ديال العام باش نجيب ان بون ريزولتا، وباش باش 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 نوصل لداك الشيء اللي باغي. دونك هنا راه كيكون يعني ماشي دقه دقه، تكون من الاول الوغ يكون سمارت. سمارت يكون يكون سبيسيفيك ويكون ميزورابل ويكون امبيسيو ويكون رياليست. سمارت شنو بقات لنا؟ بقات لنا تي، اخر حاجه الا وهي تي، هي طومبوريل. طومبوريل يعني عنده واحد لادات فيكس باش حنا غادي نوجدو. هنا كاين اللي كيتخلط ما بين طومبوريل وما بين ميزورابل. ميزورابل علاش كنشوفو ميزورابل؟ يعني قابل للقياس، لان ديما فاش كيكون عندنا ان اوبجيكتيف خصنا كيتسمى واحد لانديكاتور، خصنا شي حاجه باش نعرفوا داك الهدف واش راه دار ولا ما دارش. مي كتقول انا باغي نقص 5 كيلو في الوزن ديالي، دونك راني كنشوف شحال وزنت باش نعرف الا كملت 5 كيلو سي بون. مي كنقول 5 كيلو في 6 شهور، هنا راه طومبوريل. الا قلتي 5 كيلو في يومين هتكون كتفلى على راس، ماشي رياليست وماشي طومبوريل. عطيتي واحد العبار ما هوش، فهمتي؟ بحال او ميم طون يكون هنا مساله ديال الوقت، كنلعبوا على الوقت. هاد طومبوريل وميزورابل نخليونا في ميزورابل، حيت طومبوريل هي التاليه. سا ديبون على لوبجيكتيف، يمكن ناكل لوبجيكتيف ونشوفوا ليه شنو كاين، ولكن اللي كيهمنا ليدي اللي يمكن لكم تاخذوا اون جينيرال هو انه يكون قابل للقياس باش نعرفوا راسنا واش وصلنا له ولا ما وصلنالوش، وتكون عنده واحد المده محدوده، تكون محدد ماشي غير غادي. انا غندير انا غادي نخدم على نتعلم مثلا اللغه، اي ولكن ايه انت قلتي نتعلم لغه وحده سي بون، هي باينه نهار تبدا تنطقها لانديكاتور مي تبدا تهضر بها، ولكن خصك تعطيها مده باش تخدم عليها. الا ما عطيتيش مده تبقى غير غادي، ما يمكنش. خصك تحدد لها مده، انا غادي نتعلم السباحه، نتعلم شي حاجه، غادي ندخل نتعلم كاراتيه ولا شي حاجه، دونك عندي 3 سنين 4 سنين باش ناخذ سانتور نوار. محددها ماشي 10 سنين ماشي 15 عام، انا كنقرا راه محدد الباك اللي سي عندك فيه 3 سنين ماشي 6 سنين، ادخل لافاك فيها 3 سنين باش ناخذ لا ليسونس ديالي. سي بون، يكون عندك واحد الوقت محدد ووقت يكون عقلاني. داكشي باش كنربطو ما بين هاد سمارت هادو كاملين. بيناتهم شحال كاينين؟ نقيد سمارت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك خمسة ديال الصفات لو ما تجمعو في داك الهدف انت اللي كتخدم عليه، فراه هاد الهدف مزيان.
دونك الا فهمتوا هاد الصفات هادو مزيانين، انا حاولت نفسرتهم ببساطه وعطيتكم امثله يعني اللي هي بسيطه. خص يكون عندك اهداف ذكيه، مي تحدد واحد الهدف ولا اكثر من هدف هدف ذكي، ديك الساعات غندوزو للمرحله ديال الخدمه كيفاش تخدم عليه، واللي غادي يكون ان شاء الله الموضوع ديال الفيديوهات القادمين. وقبل ما نسالي اليوم كتشوفوا مورايا هاد الكراتن، راه شويه ديال الماتيريال وصل، انا مازال ما فتحتهم، راه مازالين مسدودين، تنفتحهم ونشاركهم معكم الاخوان. تبارك الله عليكم، فرصه سعيده، نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا كملتوا الفيديو حتى للتالي. يلا خليونا الاراء ديالكم ولي لايك ديالكم، وامسيه سعيده.